أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أخي الأكبر اشترى بعض الملابس لكن من مال المحرم، وأنا ألبس معه في بعض الأحيان، فما حكم ذلك؟ اشترى إيش؟ اشترى بعض الملابس من مال المحرم وأنا ألبس معه في بعض. إذا كنت تعرف أنه محرم لا تلبس، إذا كنت تعرف أنه محرم لا تلبس، لأن هذا اللباس حرام، يعني ثمنه حرام. وجاء في الحديث الذي يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فإنه يستجاب لذلك. فلا تلبس لباسا تعرف أن ثمنه حرام.